الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، القوي القادر المتين. خضعت له الرقاب ودانت له العباد وذلت لعظمته الصعاب. سبحانه وتعالى الأمر أمره والملك ملكه وكل شيء بيده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء الثالث من الأسبوع الثقافي الثالث الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية في رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس في القاهرة، إحياء للدور المحوري للمسجد في حياة المسلم. فنكرر الشكر الخالص لوزارة الأوقاف المصرية على هذا الجهد العظيم وعلى هذه الفكرة العظيمة في إحياء دور المساجد. خالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف المصرية بعلمائها وقياداتها وعلى رأسهم معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحباب الكرام، في لقاء اليوم بإذن الله تعالى معنا كوكبة مضيئة من السادة العلماء الأجلاء. في لقاء اليوم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، وكيل كلية الشريعة بجامعة الأزهر. ومعنا في هذا اليوم قارئاً القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، ومبتهلاً المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني. ونحن نجلس هذا المجلس، يطيب لنا أن يكون معنا لفيف من السادة علماء الأزهر والأوقاف، يحضر معنا هذا اللقاء علماؤنا الأجلاء فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود حلمي إبراهيم مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور علي سليمان المفتش بإدارة غرب القاهرة. أيها الأحباب الكرام، وموضوعنا في هذا اللقاء يأتي تحت عنوان التكافل المجتمعي، وهو يأتي مواكبا ومتناغما مع الذكرى العاطرة التي نحتفل بها ويحتفل بها المسلمون في كل مكان في هذه الأيام، وهي ذكرى الهجرة النبوية المباركة. لا أريد أن أطيل عليكم حتى أترك المجال فسيحا لأستمتع وتستمتعوا معي بهذا الفريق الطيب. نبدأ هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحباب الكرام، نستمع الآن إلى هذه الكلمة التي يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ونستسمح سادتنا العلماء في أن كل كلمة مقدارها 10 دقائق حتى نستطيع أن ننتهي من هذا اللقاء في موعده المحدد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وعافية. اليوم يوم عاشوراء، يوم طيب مبارك نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام واتخذه أتباعه من بعده عيدا يقدسونه ويعرفون فضل الله فيه. وجاء نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقدم وضرب أروع الأمثلة في التآخي وفي التواصل وفي التكامل وفي استمرار الخير، فلما استفسر ممن كان يصومه من الناس وأخبر بأنه يوم نجى الله فيه موسى فقال قوله المشهور الذي نحفظه جميعا: نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. يوم يحتسب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم على ربه أن يكفر ذنوب سنة ماضية، بل ثبت من حديث النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم إنه يعدل صيام سنة. هذا مما لا يعرفه كثير من الناس، يعدل صيام سنة، يوم عاشوراء، يوم يهل علينا ونحن نستقبل في بلادنا نهضة تنموية وتعميرية وتثقيفية لم تشهدها من قبل، نهضة في تكافل أهلها، تكافل وكرامة في ربوع بلادنا، ونحن نتكلم ونتحدث عن التكافل الاجتماعي والمجتمعي. نعم، ديننا علمنا هذا التكافل، وكما سمعنا من المقدم الكريم صورة من صور تكافل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف استقبل أهل المدينة إخوتهم من المهاجرين، وكيف بذلوا لهم وقدموا لهم أنفس ما يملكون، أموالهم وبيوتهم وأهلهم، في قصص مشهور في التاريخ لم يعرف التاريخ له مثيلاً، في التفاني وفي الحب وفي الفداء وفي التضحية وفي البذل وفي العطاء، في الكرم والجود والسخاء، وعدد ما شئت من مكارم الأخلاق ومحامد الصفات. وهذا التكافل يبدأ عندنا معنوياً وينتهي حسياً، يبدأ بالتكافل الخلقي، أن يهذب الإنسان نفسه
وأن يهذب أخلاقه ليتجانس وليتآخى مع بني الإنسان من حوله، مع من يعرف ومن لا يعرف، أن يكون سهلاً ليناً، أن يتحلى بمكارم الأخلاق، لا يكون فظاً ولا غليظاً. وقد قالها ربنا لنبيه صراحةً: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل لا بد وأن تكون وأن يكون الإنسان رقيقاً، هادئاً، محباً، ليناً، سهلاً، سمحاً في تعاملاته، في بيعه، في شرائه، في اقتضائه، في قضائه، في كل تحركه. هذا نوع من تهذيب النفس لتقبل على التكافل. فكيف أتكافل مع الآخرين مادياً وحسياً وأنا لا أتكافل معه معنوياً؟ لا أكون سهلاً عليهم كما كان نبينا في حياته كلها، كان سهلاً ليناً كريماً صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث في هذا الجانب يطول. النوع الثاني من التكافل الذي نطلبه التكافل الذاتي، أن يبدأ الإنسان بنفسه وأن لا يكون كلاً على الآخرين، أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد، أن يعول نفسه أولاً إذا كان قادراً على الحركة وعلى الكسب وعلى الضرب في الأرض، لا يكون كلاً على من حوله، على أب أو أسرة أو إخوة أو أي حد أو أي إنسان، لا يكون حملاً عليه، بل يبدأ بنفسه. نعم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. وإن أفضل ما ينفق الإنسان ما ينفقه على نفسه أولاً، ثم ما ينفقه على بيته وأهله ثانيا. رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه صحبه الكرام شاباً مقبلاً عليهم، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا الشباب وهذه الصحة وهذه الفتوة في سبيل الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله. نبينا يقول: دينار أنفقته على نفسك وأنفقته على أهلك وولدك، ودينار أنفقته في سبيل الله أفضلهما ما تنفقه على أهلك. إنه التكافل الذاتي، التكافل الشخصي، أن يعول الإنسان نفسه وأن يعول الإنسان أهله وأسرته وأولاده ومن حوله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه النفقة إنما تزيد على نفقة الصدقة. دينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته تصدقا أفضلهما الذي تنفقه على أهلك. يبدأ الإنسان تكافله الذاتي من شخصه الشخصي، ثم يبدأ بعد ذلك التكافل الأسري، أن يكف أهله، ألا يجعلهم في حاجة، ألا يحوج زوجه أو يحوج أولاده، ألا يبخل عليهم وألا يشق عليهم، بل لا بد وأن ينفق. وربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذا: وعد المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث شريف وهو يخطب الناس على المنبر، يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ابدأ بالأقربين أولا، ابدأ بأهلك، بولدك، بزوجك، بوالديك، بإخوتك، بأسرتك، هذه هي البداية. نعم، وهذا نوع من التكافل قد يغفل عنه كثير من الناس. ثم يتجاوز هذا التكافل الأسري إلى تكافل ذوي الأرحام، أن يكفل أقرباءه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من سره أن ينسأ له في أثره، و
ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم منسأة للأثر، سعة في الرزق. يطيل الله عمرك ويضاعف الله رزقك وأجرك. وأخيراً تكافل الجيران، ثم يبدأ تكافل المجتمع، ثم يبدأ التكافل حتى إلى الناس أجمعين، من كان مسلماً ومن كان غير مسلم. فالمسلم يمد يد الخير إلى كل الناس حوله، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نكون يد خير وبركة وفضل ورحمة على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى كل من حولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وقد حدثنا عن معنى التكافل، وتحدث عن صور من صور التكافل في المجتمع الإسلامي، ونوه وأشار إلى دور المجتمع في ذلك، وتحدث عن نماذج من التكافل في حياتنا، فأشار إلى مشروع تكافل وكرامة الذي تتبناه الدولة في هذه الأيام، رعاية منها لأصحاب الحاجات في المجتمع. فهذا مشروع طيب مبارك يسير على خطى طيبة، نسأل الله تعالى للقائمين عليه التوفيق والسداد. أيها الأحباب الكرام، والتكافل المجتمعي ليس حديثا من أحاديث المجالس التي نتحدث بها ثم ينتهي الأمر، وإنما هو فريضة إسلامية، فالله تعالى فرض هذا الأمر فيما فرضه من فرائض صيانة للمجتمع وحماية لنسيجه العام وحماية لأفراده، حتى لا يطغى القوي على الضعيف ولا يطغى الغني على الفقير، بل يمد الغني يد العون للفقير ويأخذ القوي بيد الضعيف، حتى تقوى لحمة المجتمع وتتماسك أفراده. فالله تعالى فرض هذا الأمر التكافل الاجتماعي في كتابه العزيز. الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فالرحمة تتنزل على أهل التكافل الذين يأخذ بعضهم بيد بعض، حتى ينهض المجتمع ويقوى، وحتى لا نرى الفقير يحقد على الغني، وحتى لا نرى الضعيف يحقد على القوي، بل نرى الجميع يدا واحدة قوية متماسكة. أيها الأحباب الكرام، ونواصل لقاءنا هذا فنستمع إلى هذه الكلمة التي يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عطر عبد العظيم السنباطي، وكيل كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية أهنئ حضراتكم بهذا اليوم المبارك، يوم عاشوراء، وكما سمعنا قبل قليل أن هذا اليوم فيه من النعم على العباد ما لا يحصى ولا يعد، فقد تاب الله فيه على أبينا آدم، أغرق فيه فرعون، غلب فيه السحرة، تذكرون السحرة، سحرة فرعون الذين جمعهم لمبارزة موسى
وإظهار كذبه في زعم فرعون. فجمع السحرة، تعرفون عدد السحرة تقريبا 70,000، يعني ما كانوش جايبين واحد أو اتنين، 70,000، تقريبا أكثر من 2 كيلو، يعني زي قرية كده ممتلئة ثعابين وحيات إلى آخره. وطبعا هم بيجيدوا هذا، وطبعا صورة مذهلة ومبهرة وتأخذ العقول، ورغم ذلك أيد الله نبيه بهذه العصا التي كانت تلقف كل هذا. إذن هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى من الله بها على عباده، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. 70,000 شيء مبهر، شيء مبهر إذا يعني تصورناه في صورته الحقيقية والواقعية. طبعا كلنا نعرف شك الله فيه البحر لموسى بمعجزة واحدة أغرق، وبمعجز نفس المعجزة نجى، فنجى قومه بنفس المعجزة، انشق لهم البحر فعبروا هنا، وأغرق بنفس المعجزة فرعون ومن معه، فأغرقناهم ومن معهم أجمعين. إذن فهذا اليوم فيه نعم كثيرة، ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى المدينة، وكما سمعنا منذ قليل، ورآهم يصومون، رأى اليهود فسأل عن السبب، فقالوا يوم نجى الله في موسى وأغرق فيه إلى آخره، فقال نحن أحق أو أولى بموسى منكم، فصامه وأمر أصحابه بصيامه. فنحن اليوم في يوم مبارك بإذن الله تعالى، هو يوم من الله فيه على البشرية بنعم كثيرة. هذه النعم الكثيرة على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وشكر الله على نعمه يكون بالطاعة، يكون بالصوم. نحن المسلمين نصوم، حينما تأتي لنا نعمة فنشكر الله تعالى، وذلك بالذبح أو إطعام الطعام أو بالصيام أو بأي نوع من أنواع الطاعات المختلفة. فالصيام هو من شكر الله، وإطعام الطعام وقضاء حوائج الناس والتكافل الذي نتكلم عنه هو من شكر الله سبحانه وتعالى علينا، على هذه النعم التي من بها علينا. فالمال عندنا في الإسلام مثلا ليس يعني ملكا خالصا لنا، ولكننا نحن مستخلفون فيه فقط، يعني هذه هي القضية. لسنا مثل الأمم السابقة، كانوا إذا فرض عليهم شيء في المال ربما يغضبون أو ما إلى ذلك. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل أبوك أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طبعا طبعا الصلاة تحسك وتنبهك على التصرف الصحيح في المال، أنت لست حرا طريقا هكذا. فالمال الله استخلفك فيه وأمرك فيه بأشياء ونهاك فيه عن أشياء أخرى أيضا، فلا يجوز لك أن تشرب به الخمر أو أن تلعب به الميسر أو القمار أو أن تشتري به أدوات لإرهاب الناس أو قتلهم أو ما إلى ذلك، أو أن تسرف حتى مجرد الإسراف والتبذير. إن الله لا يحب المسرفين، أهلكنا المسرفين، إن المسرفين هم أصحاب النار. إذن فالمسرفون هم في النار كما ذكر القرآن. إذن أنت لست حرا طليقا في المال، ولذلك المال فيه حقوق عندنا نحن المسلمين ربما لا توجد في الديانات الأخرى أو عند الأمم الأخرى. في الديانات الأخرى تحسن تساعد، لكن هذا تبرع منك، لكن لا يوجد هناك من الذي عليه أن ينفق والمقدار ويعطي من ومن الذي يتولى هذا، كل هذا كله لا يوجد. كل هذا عندنا في الإسلام، عندنا فرض عليك أن تنفق على من؟ في النفقة مثلا تنفق على 3، تنفق على الأقارب، وهناك تفسير كثير في كتب الفقه، تنفق على الزوجة
وأيضا هناك تفصيل. النوع الثالث الملك، الشيء الذي تملكه يجب، والقاضي يحكم عليك بهذا أو يحبسه، يجب عليك أن تنفق على الشيء الذي تملكه. فإذا ملكت حتى حيوان يجب عليك أن تنفق عليه. نحن لا نقول إماء، وهذا لا يوجد في عصرنا، لكن إذا ملكت دابة أو حيوان، أو بعض الناس يربي بعض الحيوانات في البيت حتى في المدن، وما بالنا بالقرى، هؤلاء يجب عليهم النفقة هنا. فالتكافل ليس بين بني الإنسان فقط، بل يصل إلى مرحلة الوجوب مع الأجناس الأخرى من الحيوانات أو من البيوت أو ما إلى ذلك. تملك بيت وربما يقع على جارك، يجب عليك أن ترممه، هذا واجب عندنا في الإسلام. ولذلك الفقهاء يقولون النفقة تجب على القرابة. الزوجية ملك، أسبابها هكذا في الفقه الإسلامي. هناك غير المسلمين، أنا كنت في بعض دول أوروبا الشرقية أو غيرها، عشت فيها سنوات، فطبعا هناك تجد بنت تأتي تكون خادمة عندك أو تعمل في أعمال النظافة أو ما إلى ذلك، فأحيانا يقولون بأنها بنت أغنى رجل أو قريبة لرجل غني، عنده متاجر وعنده وعنده إلى آخره. فكنا نتعجب لماذا هو لا ينفق عليها، يقولون وهي عفيفة ونظيفة لكن لا تجد طعام، فيقولون بأنها لا يجب عليه هذا ولا يوجد مثل هذا في المجتمع. فنقول يجب أن ترفع عليه قضية، فيقولون من الذي يوجب هذا وأي محكمة وأي قانون؟ كنا عندنا هذا في الإسلام، إذا لم ينفق عليها الأقارب المسؤولون عنها فالقانون يلزمهم بذلك عندنا في الإسلام. ولذلك خروجها للعمل هناك ليس كما يصدرون لنا حق لها أو ما إلى ذلك، بل خرجت للحاجة لأنها لا تجد من ينفق عليها، بخلاف المنهج الإسلامي الرائع، هو دائما يوجب النفقة على القوي، يوجب النفقة على الغني لمصلحة الضعيف أو لمصلحة الفقير. ويوجب عليك أنت أيضا أيها الفقير، أيها الإنسان، أن لا توسع في حاجياتك، فحاجياتك كن رشيدا أنت، وتعامل مع المال أيضا برشد، سواء كنت فقير أو متوسط الحال أو غني. لأن كما قلت من قبل لا تسرف ولا تبذر حتى ولو كنت فقيرا، فلا يجوز لك أن تفعل هذا. وأن لا تتوسع في الديون، رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت إذا حضرت له جنازة كان يسأل هل عليه من دين، إذا قالوا نعم كان يقول صلوا أنتم على صاحبكم، حرم من صلاة رسول الله عليه بسبب الدين. فلا تتوسعوا في الديون أو القروض، فهذه مشكلة كبيرة في الدنيا ومشكلة كبيرة يوم القيامة. ولذلك كان الصحابة لا يتوسعون في الديون إلا إذا كانوا في ضيق شديد حقا، كان يجوع ولا يستدين ولا يقترض. وحينما اتسعت الفتوحات وامتلأ بيت المال وكذا، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. فالمال هو ابتلاء للإنسان، فإذا كان معك فمطلوب منك أن تساعد الآخرين إذا زاد عن حاجتك، وإذا لم يكن معك فمطلوب منك أن تصبر. وطبعا التكافل هنا كمطلب شرعي، من معه يساعد من ليس معه، هو طبعا صورته الأوضح في باب الزكاة وفي أبواب الصدقات وما إلى ذلك. فالإمام أحمد بن حنبل يقول نعطي للفقير حتى يصل إلى حد الكفاية. والفقير عنده مثلا الذي عنده أقل من نصف حاجته، يعني هو يحتاج مثلا 10,000 في الشهر وهو عنده أقل من 5، هذا يسمى فقير عنده. والذي عنده أكثر من النصف ولم يصل إلى حد الكفاية اسمه مسكين. قال
يعني نكمل له حاجته أيضا. انظروا إلى هذه المنظومة الرائعة الدقيقة، والإمام النووي يقول نعطي له ما يكفيه طول العمر، فهذا مطلب إسلامي من الأغنياء مع الفقراء، ومطلب إسلامي من الفقراء أن يتقوا الله وأن يصبروا ولا يستدينوا بقدر الاستطاعة. والمال إخواني هو مصيبة المصائب، سواء كان معك أو لم يكن معك، فهو مصيبة هنا ومصيبة هنا، ابتلاء هنا وابتلاء هنا. والله تأتي لنا بعض الحالات في رجال الفتوى يعني تشيب لها الرؤوس، يعني بعضهم يأتي يقول أولاد أخي ينتظرون موتي لأن معي ملايين الملايين لا أستطيع أنفقها إلى يوم القيامة، وهم ينتظرون موته حتى يرثوه وليس عنده أولاد، فأصبحوا بالنسبة له عذاب وأصبح لا ينام. والآخر يأتي ليس عنده نقود يبحث عن أي شيء لأن هناك مشكلة كبيرة. إذن فالمال ابتلاء كما ذكر القرآن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه سماه ابتلاء فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالمال ابتلاء في الحالين، وكما يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول ما يعني أصيب ابن آدم بمصيبتين لم يصب بمثلهما أحد من الخلائق، يعني جاله مصيبتين اتنين مفيش حد من الخلائق أصيب بمثله خالص، ولا دجاجة ولا بطة ولا أي حيوان حتى. لإيه المصيبتين دول؟ قال يؤخذ منه ماله كله، يعني يقعد يجمع في 50-60 سنة مطلوب القبض عليه فورا، خدوا القرشين دول انتوا صرفوه، ده فلوسي ده مش فلوسي، هاتوا لي الواد ده بسرعة، يؤخذ منه ماله كله. انتوا شفتوا دجاجة عند قبض الروح لقيوها محوشة شوال حب ولا قمح؟ ما حصلش، ولا محوشة الأكلة الوجبة اللي جاية بعد كده، ما فيش غير ابن آدم اللي عمال يرمرم وقلقان من بكرة ومن بكرة ومن بكرة إلى آخره. يبقى إذا يؤخذ منه ماله كله ويحاسب عليه كله، ده انا ما شفتوش، هتتحاسب عليه كله، لان طبعا القوانين الحديثه كلها بتحاسب الانسان على ناحيه واحده بس، من اين لك هذا؟ جبت الفلوس منين؟ انما صرف هو حر، انما عندنا في الاسلام ها من اين وفيما انفقت؟ ودي من الاسئله اللي الانسان هيتسال عليها في القبر. اذا المال مشكله كبيره، فطبعا الاسلام اوجب علينا اذا كان اللي معاه مال يساعد الاخرين، واحنا عارفين مصارف الزكاه كما ذكرها اساتذتنا الافاضل قبل ذلك، عندنا ابواب النفقات كثيره، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له الى اخره. شفنا الايثار ونماذج منه، شفنا الدكتور كمال قرا منذ قليل للفقراء المهاجرين الى ان قال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. شفنا إن المال هو ابتلاء كبير، شفنا إن الفقر طبعا الرسول كان بيتعوذ بالله منه، سيدنا علي كان يقول لو أن الفقر رجلا لا إيه لا قتلته إلى آخره، سيدنا أبو ذر كان يقول إن إيه طبعا إذا دخل ذهب الفقر إلى قوم قال له الكفر خذني معك، فطبعا تأتي الأفكار الأخرى مع مرض الفقر ومع هذه الأشياء، الأفكار الأخرى تدخل، وهناك دول وهناك أيديولوجيات أخرى تغتنم وتأخذ مثل هؤلاء، معذرة للإطالة. فطبعا للتكافل أيضا الموضوع طويل، فأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العظيم السنباطي وكيل كلية الشريعة بجامعة الأزهر على ما تفضل به من علم واسع، وقد ذكرنا أن التكافل المجتمعي ليس طرفا فكريا وإنما هو قانون إسلامي ملزم يلتزم به المسلم الصادق إرضاء لله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، والهجرة النبوية المباركة
تذكرنا بالتكافل الاجتماعي. فقد ضرب الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار أسمى صورة عرفها وعرفتها البشرية في أمر التكافل الاجتماعي. والهجرة فيها الكثير من الدروس والعبر التي ينتفع بها المسلم. يا هجرة المختار عودينا، يا هجرة المختار عودينا، ذكراك تروينا وتحيينا، ذكراك زاد المؤمنين ونورهم، كم فيك من آي تربينا، كم من خصال البر فيها والتقى والصدق عنوان المحبين. هذا رسول الله والصحب الأولى أخلاقهم أكرم بها دينا. في هجرة قدسية الغايات تمضي للعلا عزا وتمكينا، وتقيم للإسلام فينا دولة تحمي السلام وتكبت المتجبرين. أيها الأحباب الكرام، نختتم لقاءنا لهذا اليوم بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ يا ربي مصرنا واحفظ يا سيدي يا حبيب الله.
سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي العيش الكريم الأرغدي. قد فاز من صلى عليه مسلما بشفاعة المختار يوم الموعد. هكذا أيها الأحباب الكرام، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصفاني، نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. عشنا معكم في اللقاء الثالث من الأسبوع الثقافي الثالث الذي تقيمه وزارة الأوقاف في رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. وقد استمعنا في هذا اللقاء إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ثم استمعنا إلى كلمة من الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، ثم كلمة من الأستاذ الدكتور عطاء عبد العظيم السنباطي وكيل كلية الشريعة بجامعة الأزهر، ثم اختتمنا هذا اللقاء بابتهالات للمبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصفاني. وقد سعدت وسعدنا جميعا بحضور سادتنا العلماء فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة لمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود حلمي إبراهيم مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور علي سليمان المفتش بإدارة غرب القاهرة، وفضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. وسعدت بحضوركم جميعا، كل عام وأنتم بخير، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.